ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. القصة آثار تمهل في النظار، تأمل في العبار، هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، هاي الدنيا ألوان. أبا موت، أبا موت، لحقوا عليه، أبا موت، أبا موت، ويلي، أبا موت، أبا موت، لحقوا عليه. يبا يبا خير يبا، وش فيك؟ ما عليك الا العافيه. احساسي انت بابو، الله يعطيك طول العمر يا يبا. اولادي اوصيكم تكونون ايد واحده، تساعدون بعضكم بعض، ترى الدنيا قصيره ما فيها خير، الدنيا قصيره. خلنا نوديك المستشفى يا يبا. ما يحتاج، ما يحتاج وديني المستشفى، ما يحتاج. انا مودع الليله، مودع بموت، سامحوني سامحوني. ما تقول كذي يا يبا، ما عليك الا طول العمر يا يبا. كل الأملاك اللي جمعتها زين قسمتها بينكم بالنص، وخليتها بدرج المكتب، والمحامي برتب كل شيء. بس عاد ها يا أبوي، يا أبوي لا تنسون أبوكم، ما ننساك، لا تنسون أبوكم اللي رباكم، لا تنسون. ما ننساك يا أبو، ما ننساك. خلنا نوديك المستشفى يا أبو. ما يحتاج، ما يحتاج. أبوك أبوك يبا 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 يبا. ما مات، اكو يتنفس. خلنا نوديه المستشفى، يلا خلنا نوديه بسرعه. خذ نفس حجه. عطنا دهرك، ارفعك شوي 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 شوي. خذ نفس حجه، مو كحه مو كحه حجه، نفس. ما اقدر لا. بعد نفس. الحمد لله الوالد ما عليه خوف، عنده صعوبه في التنفس ويحتاج نسوي له اشعه، بس بناخذ عليه اشعه وتزوروني عقب اسبوع ان شاء الله. اختار ما بترقدني له، تعبان. لا حجي ما تحتاج ترقد، بناخذ الاشعه وان شاء الله ما عليك الا العافيه. تقدر انت يلا ابوي، يلا يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يلا. شوي 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 شوي، مالك جسمه شوي شوي، جرحتوني ابوي. شامي
سامي. مو سامي، رائد. 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 رائد سامي. رائد سامي. الحمد لله. الحمد لله. ارتاح ارتاح يا بابا. الحمد لله، الله ستر. زين ما راح فيها الوالد. اي والله صدقت. يتراولي نشوف له دكتور ثاني احسن. شفت الوالد شلون؟ شلون اسامي انه ما يعرفها. ما ادري عن هالدكتور وش عطاه. من الافضل نشوف دكتور ثاني. ما على ما على، خله اليوم يرتاح، واذا ما تحسنت صحته بكره نودي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا هيا بابوت بابوت أبا أموت، لحقوا علي أولادي، أبا أموت، أبا أموت، أبا أموت، أبا أموت، لحقوا علي. وش فيك يا يبا؟ وش صار لك بعد؟ ما أموت، أموت علي أولادي، ما أموت. لك طول العمر يا يبا، ما بتموت، ما بتموت إن شاء الله. أولادي، اهتموا، اهتموا في رواكم، زين؟ ساعدوا بعضكم بعض، الله الله في الجيران، وأنت يا سمير. مو سمير أنا، مو سمير. ها تبي هو؟ سوسن. ها؟ شو توفيق؟ توفيق. أقول يا ولدي. قول. اهتموا، خاصة داركم، داركم. أبو نالفر مسكين، أبو نالفر. اهتموا في مسكين. إن شاء الله إن شاء الله. عمكم أنا أعتبروا عمكم، أعتبروا عمكم. إن شاء الله إن شاء الله. اهتموا فيه، اهتموا فيه. ما قصر ياي مسكين، ما قصر ياي. قلت لك. قلت لك نوديه مستشفى ثاني، نشوف له دكتور ثاني احسن. تبوا فيه ان شاء الله يا ابو. خلنا نوديك الحين المستشفى يا ابو. خلنا نوديك. ما يحتاج ما إن شاء الله ما فيك إلا العافية يبا. الحمد لله الوالد ما فيه إلا كل خير، مجرد تعب وجهاد وضيق بالنفس. عندكم في البيت جهاز تنفس؟ إي نعم عندنا. خلاص كل ما حس بالتعب اعطوه أكسجين وبيرتاح. إن شاء الله ما عليه إلا العافية. الله يعافيك. بالسلامة يبا. الله يسلمك. ما فيك شيء الدكتور قال انت صاحي الحمد لله. صل على النبي يا يبا، ما بتموت ان شاء الله، تصير زين ان شاء الله. هبا ما تويك يا ولدي، وايك وايدي وايدك راد وايدك توفيق 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 راد. وش صاير؟ أبو ناصر توفى. توفى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو أمس الوالد موصلنا عليه. أدى الواجب اللي عليه، الله يرحمه إن شاء الله. الله يرحمك يا الجار. الله يرحمه. ما موت لحقوا زي ما موت. وإيش فيك بعد يا يبا؟ ما موت. لا أبوي لا تحاتي، ما بتموت إن شاء الله، ما بتموت. سعود يا ولادي، اهتموا في روحكم، ساعدوا بعضكم بعض. من يتحمل في الجيران؟ اهتموا في الجيران. الله الله الله
الله الله في أبو ناصر. أبو ناصر من زمان دفناه. يعني مات؟ أقول لك دفناه تقول لي مات؟ ويلي ويلي مات وخلاني بروحي. وش فيك أنت ما تفهم؟ خبر مثل هذا ما يقولونه بهالطريقة. قول له حج ناصر دفنوه. ما مات، قلبي ينبض. خلي مغمى عليه شوي، خلي يرتاح، خلي يرتاح. بكرة موعدنا مع المحامي علشان قسمة الورث مثل ما قال الوالد. انت شنو بسوي بنصيبك؟ ايه انا راح اسوي مشاريعي الخاصة وابني مستقبلي. وانت شنو راح تسوي في نصيبك؟ والله انا ما في شيء في البال لحد الان، بس اول شيء بسويه بتصدق. تصدق؟ زين زين تصدق. تطنز؟ لك عبالك في قشمار. زين تصدق عني وعنك. فلوسك عندك وتصدق عن نفسك. زين بس تصدق عن روحك. قوم انزل قوم قوم. أموت. يا يبا صار لك شهرين ونص تقول هالجملة، كل ما نوديك لطبيب يقول ما فيك شيء. هذا أنت الحمد لله موجود يا عنا. أموت أموت لعقوا علي أموت. حط النسامة وين النسامة وين النسامة وين النسامة وين النسامة النسامة. حط عدل حط عدل حط عدل عدل. واتكل زيد عليها زيد عن السامة زيد عليها. الو السلام عليكم ابو راشد، وايش صار عن موضوعنا؟ اموركم طيبة الحمد لله، قدمنا الطلب بالمحكمة وان شاء الله الرد يوم الاثنين. الاثنين؟ الاثنين باكر باكر الاثنين. اوكي الاثنين باكر لو الاسبوع الجاي؟ بكره ان شاء الله بكره باكر. اوكي بس باكر مارينك، بس خلاص باكر لازم مر. اوكي اوكي اتصل المحامي واكد عليه احنا جايين في الطريق. الو براشد، ترى احنا في الطريق. ها براشد جايينك المكتب. لا لا مسامح اخوك، ترى انا مو بالمكتب، بعيد الشر عنكم انا بالمقبره، عندنا حاله وفاه. ان شاء الله بكره بنفس الموعد بنلتقي. خير 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 ان شاء الله. ارجع 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 بعد. سامحوني يا اخوان، ما حصل لي التقي وياكم قبل هاليومين بسبب حاله الوفاه اللي في العائله. ايه سمعنا عنه الله يرحمه، راح شباب. شلون مات؟ راح فوق التانكي بيصالحه سلق وطاح. انت وش لك بالبايفيتر؟ ولكن بعد يوم الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. زين زين عظم الله اجرك، متى بتخلص موضوعنا؟ الله يرحم والديك، شكلك مستعجل. عموما موضوعكم خالص للنهايه، واستلم من الطلب المحكمه بالقبول، بس شويه اجراءات في قسم التركات. وكم يبلها الاجراءات؟ انا كلمت موظف قسم التركات وان شاء الله بكره موضوعكم خالص. نسامة حطوا علي النسامة نسامة نسامة حطوا علي النسامة حطوا علي النسامة نسامة نسامة. مرحبا أبو راشد. أبو راشد ترى احنا بالسيارة،
قبل ما نتحرك قلنا نتصل فيك نتأكد انت موجود او عندك حالة وفاة. لا 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 اليوم لا تمروا علي كلش لا تمروا علي. ليش عسى ما شر حالتين وفاة حالتين الظاهر انت تروح علي نحس عنبوك كل زيارة بفاتحة ولا هالمرة فاتحتين فاتحتين الظلام متعرف على بوم انا غربان مو وادم تصدق وعاد. لا يا ابو راشد ايش دعوة عاد هذا قضاء وقدر. المهم خير 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 ان شاء الله يلا في امان الله. يا جماعة الخير أنا من عرفكم الفواتح ما وقفت في العائلة أنا تراولي قعدتكم هذه اللي ما تتبدل هي سبب النحس لو تقلبون مو أحسن قلب 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 قلب. حي الله أبو الفواتح. الله يحيي أعتذر منكم سامحوني. أنت اللي عذرنا واسمح لنا يا أبو راشد. معذور يا أبو راشد بس شنو سالفة الفواتح في عائلتكم واحدة ورا واحدة. والله وش أقول لك الموت لا يعرف صغير ولا كبير ولا مريض ولا صاحي. إيه الأعمار بيد الله. أحسنت الأعمار بيد الله لا بيدي ولا بيدكم. صحيح صحيح كلامك. عموما هاي الأوراقكم كلها جهزت والمحكمة بينت القسمة وكل شيء واضح بهالوثائق وتقدرون تباشرون توزيع الدرك. مشكور يا أبو راشد والله ما قصرت. إيه ما سوينا إلا الواجب وهذا الطلب والدكم أبو توفيق الله يحفظه إن شاء الله. والله وش أخباره إن شاء الله صار زين. الوالد مسكين تعبان ملازم الفراش والأكسجين هذه حالته. الله يولي العافية إن شاء الله وبلغوا سلامي للوالد وإن شاء الله قريب نزوره. حياك الله يا أبو راشد أي وقت البيت بيتك والحين اسمح لنا. شوفكم على خير. وليك التوفيق وليكم وليكم يا ولادي أموت. أوه المفروض واحد مننا يقعد يا الوالد وواحد يروح يخلص يا المحامي. شلون فاتتنا هذه؟ تبيني أخليك تروح بروحك للمحامي وتكوش على كل شيء؟ زين هذه فاتتك. وش هالمخلة عليك؟ وأنا مودنك تفكيرك عجل مرة ثانية أنت قعد بالبيت وأنا بخلص المشار والطلبات. دام هينياتك ما فيها مرة ثانية مغمى عليه. هذا حلالي ومن حقي احافظ على حلالي. ايه وش عليه حافظ على حلالك وانا من يوم ورايح بحافظ على حلالي بعد. الحلال يا حبيبي عدل الروح وشي مؤكد بحافظ عليه ولا اخليه عرض للمستغلين وبعد استغلك. لا 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 انت مو اخوي انت اكيد واحد شيطان. افا هذه اذا صابر ركب السيكل بتسمعني. على طاري صابر البارحة متوفي أبوه رحمة الله عليه. ترى الكبر شين الموت واحد حق الصغير والكبير بس الصغار والشباب قدامهم عمر طويل. أمس متوفي واحد شباب دعمتني سيارة. لا أنت أخبارك اليوم كله نكد في نكد. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا بن عامك وين أنتون؟ جيت أكثر من مرة أضرب الباب ما حد يطلع لي. اتصلت على تليفوناتكم كلها مقفلة قعدت حاتيكم. كنا بالمستشفى. خير إن شاء الله. الوالد تعبان شوي. تعبان عمي وش فيه؟ ما في شيء شوية تعب بروح أشوفه. عمي وشك عمي عسى ما شاف. أقول شيل هالنسة من علي فطستني ما أشوف شر ما أشوف شر عمي أجر عافية. أنت من هون أنت سليمة؟ أنا منصور. هاي منصور. منصور والد أخوك. منصور والد أخوي رحمك الله يا أخوي. لاصح لاصح عمي. رحمك الله يا أخوي. رحت وخليتني بروحي. بموت. بسم الله عليك. بموت. عقل حط النسامة مرة ثانية. حط النسامة مرة ثانية. حطها حطها. ويلي ويلي. ايه عرفها نفس الصورة. ايش فيكم انتون؟ ما تحسون؟ ابوكم قاعد يصيح بيموت ما تسمعونه؟ نسمع يا ابن عمي بس الظاهر انت مو فاهم السالفة. اي سالفة اللي مو فاهمها؟ الله يسلمك الوالد في ضيقة ادري
ولازم ياخذ الاكسجين عشان يصير زين. ادري يوم تدري ليش تسال؟ عمي بيروح فيها خساره بيموت وانتم قاعدين تتفرجون. يا ابن عمي وايش فيك شايل خروحك وطالع فيها؟ ريلاكس ريلاكس يا ولد العم، الوالد بس ياخذ الاكسجين بيصير زين. لا وبيقول لك ولد اخي روح سوق ستر جيب لي سمك. فهمت قصدك نفسها بالضبط. طرش علي يا الله على برودكم. ابوكم يئن ولكنكم تسمعون. يا ابن عمي حياك حياك، اشرب شاي، احنا نعرفك انت مدمن شاي. انا ما انبي شايكم، انا انبي اودي عمي المستشفى. ابن عمي ريح لك شوي واشرب لك جلاس شاي وانا بتصرف. تمام خوك؟ نعم. عطل والد اكسجين. يا سلام نعطي الوالد اكسجين وانت وش فيك ما تحط له اكسجين؟ على راسك ريشة قاعد وتتأمر اشوف. هذا انا قمت والله لا يحوج الوالد لواحد مثلك. حط النشابة ان شاء الله ان شاء الله. ويلي ايش نسوي يا احنا تعبنا، كل ما نوديك للطبيب يقول ما فيك شيء. يا ابن عام احنا تعودنا على الوضع، افترض انت بعد تعود، كل يوم نوديه نفس الشيء مو نفس الشيء نفس الشيء. دواء الاكسجين مال الوالد خلص، بعد روح اشتر دواء. بعد انا اشتري لي دواء؟ كل شيء علي رائد، قم حط اكسجين، رائد اشتري لي دواء، كل علي علي. انت ايش فيك وليش ما تروح انت؟ وايش فيها يعني وليش انت ما تروح؟ بس خلاص انا بروح اودي عمي المستشفى اختصر الوقت احسن الي. بن عمك ما انبي فلوسكم. لا مو فلوس، هذه البطاقه مالت الوالد تحتاجها للمستشفى. جيب جيب. ليش سكتون عن طول هالمدة؟ أنا مو قال لك مراجعون عقب أسبوع؟ أنا ما أدري عن الموعد، أنا جايب لك حالة طارئة. المشكلة البلغم كاتم على أنفاسه والجيوب الأنفية متسددة. حسبي الله على إبليسكم إرادة وتوفيقه. الحين ضروري أعطي حبة عشان تفتح المسامات المتسددة وتذوب البلغم إن شاء الله. ايش رايك نخلينا سفره ونغير جو؟ صدق فكره، بلينا نغير جو وبالمره ناخذ الوالد ونشوف وش سالفه مرضه. لا 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 لا، اذا اخذنا الوالد صارت سفره علاج مو سفره تغيير جو. يا اخي علاج وتغيير جو مره واحده. السلام عليكم. أبو توفيق إلا هني. ها أبو راشد أنا هني جاي مريض شوية و
وعالجني الدكتور ما قصر، بصير زين الحين. وانت عسى ما شر. انا انتظر، بيجيني مولود بعد شوي. اكو جه. الف مبروك. يتربى في عزك ان شاء الله. وهذا من هو؟ هذا ولدي راشد. هذا راشدي؟ تعال يا ولدي. ما شاء الله ما شاء الله. انت راشدي؟ اي انا راشد. الله يخليك. شوف يا ولدي، ابغيك تهتم في اخوك او اختك مثل ما اهتم فيك ابوك. زين ما زين؟ ترى ابوك رجال طيب. زين. الله يخليك يا ابوي. الله يخليك. يلا في امان الله. في امان الله بتوفيق. في امان الله. ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. تأمل في العبر هاي الدنيا ألوان، سمعك والبصر في ليل السحر لك يضوي الوان.